مباراة الأهلي ذا الأهلي مبروك كابتن في دور نصف النهائي المرة الرابعة على التوالي حاضر بقوة الأهلي. الله يبارك فيك أخضر، وتعامل جيد من اللاعبين ومن كولر مع المباراة. الرجاء متصدر المجموعة بتاعته في دور المجموعات، مسجل 17 هدف خلال دور المجموعات، 16 نقطة في البطولة. فريق جيد هجوميا، قدر النادي الأهلي انه يحجمه. اللعب صعب في المغرب قدام 50,000 متفرج بيساند بشراسة كبيرة جدا، برغم الخطأ اللي ارتكبه ديانج ده وكان ممكن يفسد المباراة بعض الشيء، ولكن الهدوء والخبرة اللي كانت عند اللاعبين في المباراة وتحجيم الفريق الرجاء، إنما الحمد لله على المكسب وعلى التأهل. يعني في فرق قدرات واضح بين الأهلي وبين الرجاء في الخبرة وفي تسيير المباراة، واعتقد النادي الاهلي لعبته بالذات اللي في خط الهجوم يا اخضر النهارده، تاو والشحات وكهرباء، لو في الحالة بتاعت المباريات اللي قبل كده كانوا ممكن يسجلوا النهارده والنادي الاهلي يخرج كسبان من المباراة. بالفعل اذا الرجاء قدم مباراة لكن منعطف هو ركلة الجزاء، لكن رغم ذلك الشباب ادى ما عليه وربما هناك فريق مستقبل ايضا. كانت هناك كوتشين مميز وايضا حتى اللاعبين قدموا اللي عليهم. صحيح انا كنت اعتقد بان الرجاء لن ينهزم في هذه المباراه وبالعكس كان ممكن ينتصر باي نتيجه لا اعرف كانت، وضربه جزاء ضاعت. اظن بان هذه ضربه جزاء اثرت كثير على معنويات اللاعبين في هذا الشوط الثاني. شفنا لاعبين خايفين في الشوط الثاني، خايفين كثير. هي الخبره، الخبره واجهات كبيره. شوف الخضر، يكفي انك تشوف قطع غيار اللي موجود في الاهلي، التغييرات اللي قام بها النادي الاهلي والتغييرات اللي قام بها الرجاء البيضاوي. هذا ثلاث مهاجمين الذين غيرهم المدرب. شوف الادوات اللي عند الرجاء البيضاوي ليست هي الادوات اللي عند الاهلي، لذلك فاظن بان قلت في الاول بان نوعيه اللاعبين مهمه جدا فانك تنافس او تشارك. اظن بان النوعيه اللي عند اللاعبين اللي عند الرجاء الان فهي فقط وتستفيد، تحتك وتستفيد فقط للمشاركه لاكتساب الخبره وليس للمنافسه. اذا اردت ان تنافس فعليك الاداره ان تترك اللاعبين والنجوم اللي عندك ما تبيعهمش، لان اذا بعتهم تاتي في اللاعبين في مستوى. وماذا عملت بالفلوس اللي اكتسبتها من بيعهم؟ سوف تصرف. لا صرفتهم على 12 13 لاعب، نصف فيهم ما فادوكش، لم تستفيد منهم. لذلك فاظن بان هو قضيه تسيير، اظن بان ايضا قضيه تسيير وقضيه ايضا استثمار وتدبير شؤون النادي بطريقة جيدة. أنا لا أقول بأن هناك غش أو ليس هناك غش، ولكن هناك حسن أو سوء تدبير. فهناك سوء تدبير وهو لكن بعد ذلك ها هو الآن في الدور نصف النهائي وسيلتقي فريق عربي آخر، مواجهة عربية أخرى صعبة أيضا للغاية على الفريقين. آخر 7 سنين 6 مرات منهم الأهلي متواجد في نصف النهائي، ودي طبعا اصبحت من عادات وتقاليد الاهلي. وعلي معلول معاكم. وعلي معلول طبعا، انا قلت لك في البدايه علي من اللاعبين الخبره اللي الاهلي بيعتمد عليهم جدا في داخل الملعب وخارج الملعب. في اوضه اللبس لاعب زي علي مهم جدا في وسط اللاعبين الشباب. علي خلاص تشبع بالنادي الاهلي وتشبع بمبادئ هل تغيرت النادي المدرب؟ انا مع المدرب طبعا في التغييرات دي، لان الثلاث لاعبين اللي في الجزء الهجومي قلت لك تاو وحسين وكهربا ما ادوش الدور اللي كان المدرب عايزه النهارده. هو بيدافع وبيتكتل في الثلث الاوسط من الملعب، بيضيق المساحات على فريق الرجاء، عارف ان الرجاء هيبقى مستعجل على تسجيل الهجوم، فكان في مساحات لو اللاعبين دول في حالتهم كانوا يقدروا يستغلهم. هنا تغيير طبعا هاني، كان يريد منهم ايضا دور دفاعي، بذلوا مجهود كبير. نعم. بس الافضل كان منتظر منهم الدور الهجومي، ان هو في مساحات في ورا اظهره الرجاء، كان المفروض ان هم يعملوا الدور ده ويستغلوا المساحات دي، ولكن مع المجهود البدني والضغط الكبير اللي اتعمل عليهم بدنيا كدفاع وهجوم ما ظهروش بالشكل ده. وتوقيت التغيير بتاع عبد القادر وطاهر كان مميز جدا. النقطه اللي عزيز ذكرها يا اخضر، نقطه نعم. اللاعبين الشباب، انت بتبني فريق ولا عايز بطوله؟ نعم. لو بتبني فريق خلاص ما تطالبنيش بنتائج. والانديه اللي زي الوداد والترجي والاهلي والرجاء، عايز الانديه دي
جمهورها ما بيقبلش فكره ان انت تلعب على الناحيتين. نعم. تبني وانا عايز بطوله الاول وبعد كده في وسط الطريق بتاعي. نعم. بحط لاعب اثنين ثلاثه يساعدوا المجموعه اللي موجوده. فانا متفق مع عزيز في كل اللي قاله طبعا بخصوص الرجاء, وهذا لا يصف في صالح المدرب المنذر الكبير, لانه الان هو بين نارين, ليس لديه ادوات, ليس لديه لاعبين, ليس لديه اسلحه, ويطالبون بالنتائج. تغييراته, ليس لديه ادوات, ليس هناك لاعبين على الدكه. شوف من البدايه اذا عاوز اذا اردت ان تضغط وتخترق لازم لك اجنحه, يكون لك سرعه. كل اللاعبين كلهم نفس المواصفات, دخل هبطي, دخل الحفيظي, خروج زريده, خروج مكعازي, كلهم اللاعبين لاعبين استحواذ. ولكن ما فيش ما كاينش لاعبين اختراق, طائره بدون اجنحه. ما فيش لاعبين اختراق, عندهم سرعه, عندهم ممكن يعطيك العمق, ممكن مراوغات, ممكن انه تصويب من بعيد. لازم يكون عندك لاعبين, حتى المدرب يكون عنده أسلحة لكي حتى في التغييرات تكون عطي إضافة. حتى عمل التغييرات قارن تغييرات الأهلي وتغييرات الرجاء. لذلك فأنا ألوم, أنا ألوم صراحة ألوم الإدارة هذه السنة. أتت بأفكار, صحيح أفكار, ولكن من الأفكار من ينفذها؟ لا لا لا, لا أفكار تأتي ب سنتين ثلاث سنوات, ولكن ليس في سنة واحدة تعمل 15 تغيير, 13 لاعب جديد, 13 لاعب جديد وتريد نتيجة بسرعة. لا لا, تدريجيا احتفظ ببعض الكوادر, خلي عندك متولي, خلي عندك بعض اللاعبين, واحد واثنين وثلاث لاعبين ممكن يفيدوك في مباريات, اطروا لك اللاعبين الشباب, خليهم معك. نعم. خليهم معك. اظن ليس من السهل مدرسة الاهلي, مدرسة ليس من السهل ان منذ سنوات وتحتفظ تقريبا بنفس اللاعبين وبنفس الكوادر وتطعمهم كل موسم. طول عمرنا كده طبعا يعني. نعم, لكن ولما يبقى عندك اداره كوره بتاعه كوره خلاص بتبقى الامور اسهل, وعارفه الجمهور والنادي عايز ايه, عارف مين اللي فاهم. غير اما تجيب واحد رئيس نادي ما هوش فاهم حاجه يبوظ لك النادي, ياخد لك قرارات ما تضرش الفريق. فالرجاء كابتن خطيب طبعا بتاريخه في الكوره يكفي هذا الاسم. نعم, في شيء مهم لازم نقول, انا ليس الخطيب فقط كابتن في الاخير, لا 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 الخطيب, لكن مؤسسه لا مؤسسه وبعد تقاليد. لا مؤسسه في الاهلي تقاليد, احنا زرنا النادي الاهلي, شفنا يعني المنشات الرياضيه, شفنا التسيير, شفنا العب القاعدي, شفنا اشياء كثيره. هذا ليس فقط الرئيس الذي ياتي اليوم, بل هذه البدايه من كم سنه. الاهلي منظم ولكن وراه جيش يا اخضر, في جيش اللي اسمه الجمهور الاهلي. نعم. الجيش ده هو اللي بيقوم اللعيبه وبيقوم النادي وبيقوم مجلس الاداره وبيقوم. نعم. اي حد يخرج على النظام. نعم. شوف كانت هناك اخطاء, بعض الاخطاء التحكيميه لازم نذكرها بسرعه. الحكم كان سيء النهارده بصراحه. الحكم كان سيء عندما احلى ضربه جزاء المفروض كان يلغي البطاقه. نعم. لكن لم يلغي البطاقه. لا لا, بعد ذلك اشهر بطاقه غير مستحقه للاعب اهوي, ف يعني كانت فيه اهوي وتلقى بطاقه. نعم. لكن نعم. في الاخير اشار له بانه هذه البطاقه الاولى وليست الثانيه. نعم, كان المفروض يلغيها. لا, هو الغاه بدون ان يعلم اللاعب. لازم يعلم اللاعب, لازم يعلم الجمهور, لازم يخطر الاعلام كلها. يخطر يروح للاعب يقول له ولم يشارك. البطاقه مش صراحه كانت شويه, المباراه كانت تحتاج الى حكم خبره اكثر, يكون عنده اكثر خبره, لان عندك عناصر عندها شخصيه قويه جدا وممكن انها تسيطر ممكن في بعض الاوقات على الحكم. في ايضا الموضوع على دخول اللاعبين داخل المنطقه 18 بعد التسجيل, هذا لا يؤثر على الكره كانت في القائم. هذا على حسب الخبراء. سألنا الخبراء التحكيم وقالوا لنا بأن عندما الحارس لا يتصدى إلى ضربة جزاء فلا تعد ضربة جزاء طالما الحارس ما لمس الكرة. نعم. هذا على حسب الخبراء والعلم لله. أظن بأن صحيح أن الرجاء قدم أداء مميز من ناحية الروح والقتالية وما يطلب منه, فنحتاج إلى هذا التسجيل. بدون شك تعلم أشياء كثيرة أيضا, تعلم أشياء. وحتى نعم. أنا اللي أريد أن يتعلم هو إدارته. وأنا نعم. رئيس جيد, رئيس جيد وعنده نية طيبة. نعم. لكن يحتاج أنه يكون حوله ناس محنكين في التسيير لكي. نعم. يقولوا له أن مش ممكن أنك تغير 13 14 لاعب. نعم. مش ممكن أنك تستغني عن بعض الكوادر, لأن هذه الكوادر هي من تؤثر لك الشباب. ويبدا البناء من الاسفل. نعم. لكن يجب ان يكون تدريجيا. نعم. شكرا لك, لكن يجب ان يكون هناك ايضا جلسه, ومن دون شك ايضا فرحه كبيره في صفوف الاهلي الذي نهنئه ونقول ايضا هارد لك بالنسبه للرجاء اذا. ومن بين السعداء ليلى بدون شك احمد فؤاد الذي